أول رد لعبد الله أبو جاد على منتقديه، إليكم ما قاله. خرج اليوتيوبر المغربي عبد الله أبو جاد عن صمته بعد تلقيه تعليقات قاسية بسبب فيديو جمعه بزوجته الجديدة التي تدعى سارة. وقد قرر عبد الله أبو جاد نشر تدوينة يوجه من خلالها رسالة لمنتقديه، من بينهم الراقصة مايا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام. جاب لي الله زادوا فيه وعطاوا لي الموضوع بعد غريب لدرجة الأقنعة طاحت. كاين فرق بين واحد ما كيردش وواحد كيصيفط لي رد وبالكذوب باش يبقى زعما وجوزوين. إصلاحات الدار دارهم مول الدار اللي هو الأب ديالي الله يرحمه. داك الوقت كنت الوحيد اللي خدام وكنصرف على داري، واجبي قايم بيه، كنعطي النفقة وكنخلص الموضوع والويفي وولادي هما عينيا. عاد اليوم دوزتو مع ولدي ومراتي، كان نهار غزال، عايش فرحان مع مرتي من حقي ومن حقها، وطلاقي ربي اللي عالم بسبابه، وكان طلاق اتفاقي، يعني وقعنا بجوج على حاجات اتفقنا عليهم حنا ماشي القاضي. ما كاين ما يتزور مع مر طلاق كيكون حاجة زوينة، وتمش ما كيهرب من دار العرس، ووقعوا حاجات كبار وخايبين بزاف. كنتمنى ما نكونش مضطر نقولهم بركه من الكذوب، واللي حكم بلا ما يعرف حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا اليوم فرحان ومرتاح. وهكذا فان عبد الله ابو جاد خرج عن صمته اخيرا، خاصه بعد التضامن الكبير الذي لقيته سارة ابو جاد بسبب هذا الموضوع، إلا أنه اتهمها بالكذب، فما رأيكم؟